صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه مرسوم رقم 35 لسنة 2021 بتعيين منسقين في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه يعين منسقا في مكتب رئيس مجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة كل من الدكتور ياسر بن عيسى الناصر السيدة يارا رضا فرج